والله ابدا، هو الوضع زي احنا عندنا اي نعم موضوع المرض والازمه بتاعت كورونا، لكن احنا الشعب اساسا بيفهم جدا في الحكومه بتاعتنا. احنا ماشيين زي ما هم بيقولوا، وبيقولوا يعني اخرجوا واقعدوا، لكن احنا شعب مهم جدا، ما عرفش بيغسل ايده وبيهتم بالنظافه جدا جدا. الحكومه كده ما فيش اختلاط، بس اخرجوا اقعدوا ما تغسلوش ايديكم، ما تقربوش من بعض، وامشوا على نفس المنوال دول. احنا مشينا عليه، ولكن جينا في الوقت دول وبدات الامور تختلف شويه معنا.